يعرف سعر قارورة غاز البوتان بجيجل ارتفاعا محسوسا مقارنة بسعره الحقيقي بسبب السوق الموازية التي يفرض أصحابها هيمنتهم مع كل تقلب جوي، الأمر الذي أثار سخط واستياء الموزعين المعتمدين بالولاية. كسب 20,000 وهادو دي كيبزنسو دي كيجيو من برا، هزو من الاستاسيو والاخر، من الاستاسيو بالباشيات والاخر، هادو لي ترانسبورتور جامي واحد يزيد ولا. انا بالولاد عسكر كنوصلو ب 20,000، كيلقاها ب 35,000 يحكم من هو اللي بالو ب 35، هي ديكلاري. وبالرغم من الظروف المناخية الصعبة، استطاع مركز تعبئة الغاز المميع بالمنطقة الصناعية ولاد صالح بالطاهرة إنتاج 220,000 قارورة غاز، رقم قياسي تم به تغطية احتياج ولاية جيجل والولايات المجاورة. توصلنا إلى توزيع تقريب 40,000 قارورة لناحية الميليا. لماذا ناحية الميليا؟ لأن الميليا يعني تعتبر فيها ثلاث ولايات، يعني أنا نلبي وطالب سكان ميلا وطالب سكان سكيكدا وطالب سكان ولاية جيجل. المهم كندي الغاز كيوصل لأي بلاصة، يقول لك ما كيوصل كذب، أنا نخدم السيكتور ولا العسكر ليل ونهار. سعر معقول وقارورة مضمونة عاملان أساسيان يفرضان على المواطن اقتناء قاروراتهم من مناطق البيع المعتمدة لتفادي خسارة أموالهم وحياتهم نتيجة اختناق أو انفجار قارورة مجهولة المصدر.